شالكا أتليت هايلي جبرسلاسي إثيوبيا بألم أدبابي سموا بدمك ألم ندصاف سندق وادمو كاف بلو إندي ولا بلب ياد الرجاء إنكو أتليتنو أيالي يو أولمبيك ودروش لي بمساتف دل يتكادجو شالكا أتليت هايلي جبرسلاسي إثيوبيا سندق وكاف بلو سي ولا بلبنا سموا ستارة هاجرون مودرون ياسايو بمبانبر زاريم أتليتو كاتليتكسو من دروجين بيهون سليتو بيانا سلسندقوا مزكرون التوام يرسو نبرت بوهونو هوتيلو چننا ريزورتوش بيكانو ييتو بيا سندق علاما كاف بلو انديو لبل بيادرقال ييك ترقبي يتو بيا وينات قولتو يمينز أبارك بس كيبينو بيالتو بزيق بيالو سراتنوش ييتو بيان سندق علاما كاف بلو انديو لبل بيادرقالو بزيق ترقبين قدي تواتلاي ييتو بيا سندق علاما كاف بلاتو لبل بالوش مشو تلاي دقمو بانديرو بسنسرات بإثيوبيا بهراوي مزمور تاجبو بأقبابو وردو بكبر يكامت على مالتنا أديس ميدياني تورك إنن سنسرات لمتادم زاري بزي قطر قبي تغين طوال هايلي بيت سرا كمغباتاچن بفيت باندرا ي ماوطا سن سرات عله 12 ساعات طوات 5 گداي ل 12 انا وطالن ماتا ل 12 5 گداي انا وردالن انا بتام دس يلال دس منو دوم كاستمر سمطا ل باندرا سن سرات بلو ممطا كاستمروچ عالو اونت لمناگر بتام هي قالات مياطرش عينت سميت نو ميسمو يمر يا هاجر سميت نو جينيونلي نو هي فيك منلو نغر ادلمنا يمر كوستاچن نو كلاچنم بيون يا هاجر فكر سميت ميسماننا وليم بيون ايتوبيا الچ وليم وبنات زين انيا ناسباتالن طواتم ماتام اندزي بمنارك ساعات لايك لايتوبيا لنن كبر فكر يمرم دمو منيوتاچن هي يالون نغر منيوتاچنن منغلصبت سلام فكر ميسفنبت هاجر نونا زين اسو نغر نو بتام ميسمان جينيولي سميتو انغدي مجمريا وشالق امس ياشنفو مجمريا بانديراچو لاي ياسايوتن نغر ايتاچوالنا يباندرا سنسرات ياو اندم سيكبر ايتاچوال متلايو ماكيناو انغدوچم يتليي سميتن يالاچونا በጣም ደስ ይላል ከቃላት በላይ ነው በቃል ከመግለጽ በላይ እንግዲህ ስሜቱን እናንተም ታድማችሁ ስለያያችሁት በጣም ለየት ያለ ስሜት ይሰማል ውስጥ ይነዝራል ስሜት ይነካል ሶሳው በተመስጦ ሆኖ ነው እንትን የሚለው እንደምታዩት ከኛ ጋር የሚታደመው እዚህ የሚሰራ ሰራተኛ ብቻ አይደለም እንግዲያው ይታደማል ከማዶ የሚተላለፍ ሰው ቆሞ ያከብራል ልክ አትሌቱ ኢትዮጵያን በአለም አደባባይ በበጎ እንዳስተዋወቀ ሁሉ እኛም ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ደስ ብሎን ኢትዮጵያዊነትን ሰንደቃችንን በክብር ከፍ በማድረግ እናሳያለን ሲሉም ሰራተኞቹ ስሜታቸውን አጋርተውናል አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ እንደሚታወቀው በአለም ላይ ነው ባንዲራችንን ከፍ ያደረገ በአለም ላይ እንዲታወቅ ነው የሚያደርገውና እነዚህ ነገሮች እኛም ደግሞ አዳፕት አድርገ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በሀገራችን ውስጥ እንደዚህም አለ ጧትም ማታም እናስተውሳታለን አባቶቻችን አጥንታቸውን ከክሰው ደማቸውን አፍሰው ለዚህ ላደረሱን እኛ ደግሞ ወጣት ትውልድ ለወደፊቱ ያው ማስረከብ እንዳለብን ይስማናል ኢትዮጵያ ተሸታለች ሻለቃ ቤትና እኛ ጋር ያለው በጣም አንድነታችን ደስ የሚል ነው አሴ ሴኩሪቲ ሆነ ሌላ ኦልድ ዲፓርትመንት ደስ የሚል ስሜት አለው ሀገር የምትወከለው በሰንደቅ አላማ ነው የሚሉት የሆቴሉ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ እምሻው ተሾመም ሀገርን ማክበር የሁሉ ነገር መነሻ በመሆኑ ሁሉም ሰራተኛ በየለቱ ስለ ሀገር በማሰብ ባንዲራ ሲሰቀልም ሆነ ሲወርድ በክብር ያጅባል ብለውናል ክብር የሚጀምረው ከማክበር ነው እንጂ አክብሩኝ ከማለት ወይም ክብርን ከመፈለግ አይመጣም ሁላችንም ያለችን አንድ ሀገርናት የሁላችንም ሀገር ምንም አይነት ነገር ቢኖር ሁሉ ነገር ከሀገር ቀጥሎ የሚመጣ ጉዳይ ነው በያስባለውና በዚህ ደረጃ አይ ቲንክ ሁሉም የሚስማማ ይመስለኛል በተለያየ አጋጣሚ ይሄንን ያደረግን ብንቀጥል ለተከታዩ ለተከታይ ትውልዶቻችንም ለልጆቻችንም ትልቅ ነገር ያስተማርን መሄድ እንችላለን በያስባለው በዚች ትንሽዋ ኢትዮጵያ ቀጥር ግቢ ያሉ ሰራተኞች ይህ የየለት ልምድ ስለሀገር ያላቸው እይታና በጎሳቤ እንዲሁም ከሌሎች ጋር ያላቸው ግንኙነት እንዲጠነክር ምክንያት ስለመሆኑ ነግረውናል ሌሎች ተቋማትም ሰንደቅ አላማን ከፍ ማድረግን እንደ ልምድ እንዲጋሩት በመጠቆም